التالي، حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصيا، داعيا اليونان لعدم سلوك طرق خاطئة. أردوغان أضاف أن تاريخ أفريقيا هو تاريخ فرنسا أيضا، واتهم فرنسا بقتل مليون إنسان و800 ألف في الجزائر و800 ألف إنسان في رواندا حسب تصريحات أردوغان، ولا يمكنها أن تعطي الدروس في الإنسانية. فيما يتعلق أيضا بالأزمة مع اليونان، دعا أردوغان أثينا لعدم الدخول في مسار ضد بلاده، مطالبا بمراعاة حق الجوار، وقال إن اليونان تخاطب تركيا بالجارة وقت ما تشاء، دعا وداعيا إياها لعدم سلوك طرق خاطئة. معي للحديث حول هذه التطورات الباحث في الشأن التركي أستاذ مهند حافظ أغلو. أستاذ مهند، نرحب بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن عودة سفينة التنقيب التركية عروج إلى الشواطئ التركية في أنطاليا يمكن فعلا أن ينزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين تركيا واليونان؟ لا علاقة لعودة سفينة أوروش ريش إلى موانئ أنطاليا ونزع فتيل التصعيد في الشرق المتوسط. من يصعد الشرق المتوسط هي فرنسا بتحريك يوناني قبرصي. موعد عودة سفينة أوروش ريش إلى الموانئ الأنطالية كان محددا قبل شهر من الآن تقريبا، ليس بجديد، ولكن تركيا تصر على حقها في شرق المتوسط. إن أرادوا الحوار فقد دعت له منذ البداية ووافقت على وساطتين ألمانيتين وأخرى من حلف الناتو، وإن أرادوا الحرب فتركيا لا تستعرض قواتها شرق المتوسط مجرد استعراض كما يحاول أن يروج البعض، ولكن تركيا جاهزة فعلا لأي طيب جاهزة لمواجهة مع اليونان. هذا ربما يكون مفهوم من الناحية العسكرية لعدم وجود تكافؤ بين تركيا واليونان، ولكن هل تركيا جاهزة أيضا لمواجهة فرنسا؟ هل أصبحت الأزمة كما يبدو مواجهة بين فرنسا وتركيا وليس بين تركيا واليونان فقط؟ هي سياسيا بين فرنسا وتركيا، ولكن لا تستطيع فرنسا أن تأتي من بعد 3000 كيلومتر إلى شرق المتوسط وتخترق كل القوانين الدولية والمجتمع الدولي وتأتي بصدام عسكري مع تركيا. لا يمكن لها أن تتحرك بهذا الاتجاه. وإن افترضنا أنها باعت أو سوف تبيع بعض القطع العسكرية أو الطائرات الفرنسية العسكرية لليونان، هذا لا يعني أن سوف يتم التسليم غدا. لذلك والتاريخ ضد اليونان في هذه المسألة، يعني فرنسا سوف تتخلى إذا ما حمل وطيس حقيقة وجرت معركة، سوف تتخلى فرنسا عن اليونان، لا قبل لهم. ولماذا سؤالي لماذا إذا كانت ستتخلى فما الذي يدفعها الآن لمهاجمة تركيا في أي محفل في ملف اليونان وفي غيرها من الملفات؟ أرى أن هناك سببان أساسيان. السبب الأول هو الهروب إلى الأمام. يحاول ماكرون تلميع صورته في الداخل الفرنسي من جهة، ويحاول كذلك أن يكسب بعض الملفات الخارجية بعد أن فشل في ملفات أساسية كبيرة منها سوريا، ليبيا والعمق الإفريقي. والسبب الثاني، يحاول ماكرون أيضا أن ينتزع قيادة الاتحاد الأوروبي من ألمانيا. لذلك نرى هذا الخلاف العميق ما بين الدولتين في التعامل مع شرق المتوسط وأسلوب التصعيد ضد تركيا. تحاول ألمانيا أن تكون أكثر حكمة لأن مصالح الاتحاد الأوروبي كلها مرتبطة بتركيا، ولكن فرنسا يبدو أنها سوف تكون عبئا إضافيا كما هي اليونان على أوروبا على مدى التاريخ. طيب، ولكن فرنسا أيضا تربح عندما تعلن اليونان عن صفقة ضخمة لشراء طائرات رافال من فرنسا. ألا يبدو بأن فرنسا هي الرابحة في هذا الملف على الأقل من الناحية الاقتصادية؟ أبدا، هي من الناحية النظرية تحاول أن تعمل استعراض أو شو إعلامي أنني سوف أبيع بعض الطائرات والفرقاطات العسكرية لليونان، ولكن هذا نظري وليس متحقق بشكل فوري. تركيا كما قلت لك في البداية هي جاهزة بالفعل من الآن لأي عمل عسكري، ولن تتخلى عن ما حقوقها في شرق المتوسط تحت أي وسيلة كانت، لأن الحكومة التركية تعتمد على التكاتف
والتلاحم الداخلي التركي معارضة وحكومة وشعبا كلهم يؤيد بشكل خاص الملف الشرق المتوسط وحقوق تركيا هناك بخلاف بعض الملفات الأخرى التي هناك خلافات طيب عليها. أنت تتحدث كثيرا عن مواجهة، لكن البعض يستبعد ذلك بين بلدين حليفين في الناتو، وخاصة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أن موقف أمريكا واضح بالنسبة لكم؟ يعني لحد هذه اللحظة لا، بالعكس، وكذلك صرح اليوم وزير الدفاع أن أمريكا بسحب يدها ورفع حظر السلاح إلى قبرص هي تزيد من توتر الأمور. يبدو أننا سوف نبقى في هذه الدوامة إلى ما بعد حسم الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب أو لمنافسه بايدن، ولكن المجتمع الدولي يرفض أن يكون هناك صراع عسكري لأنه سوف يكون الخاسر الأكبر هي المصالح التجارية، هي سوف تكون كبش الفداء لرهونات فرنسا ولوالدات اليونان. لذلك لم يكون هناك اتفاق أوروبي ضد تركيا، وحتى قبيل الموعد المتفق عليه في 25 من الاجتماع المقرب لأوروبا سوف تحسم أوروبا أمرها وتحاول القبض بكل ما أوتيت على فرنسا وعلى اليونان. شكرا لك الباحث في الشأن التركي مهند حافظ أغلو، كنت معنا من إسطنبول. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.